دلوقتي تعال نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فحجاج بيت الله الحرام هيواصلوا أداء مناسك الحج المبرور ويقومون بأعمال يوم النحر ورمي جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى قادمين من مزدلفة، وبيطوف الحجاج بالبيت العتيق ويتحللوا من الإحرام. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة 26 من الدوري المصري، هيلتقي المقاولون العرب مع طلائع الجيش في تمام الساعة 7 مساءً. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة أيضاً مع ثلاث مباريات قوية في إطار دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب بولندا مع منتخب هولندا في تمام الساعة 4 عصراً، وفي تمام 7 مساءً هيلتقي منتخب سلوفينيا مع منتخب الدنمارك، وفي العاشرة ليلاً هيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب صربيا.